الله الباهرة، ومن عجائب خلقه الظاهرة البحار وما فيها من العبر والأسرار. فالبحر بأمواجه المتلاطمة واتساعه الهائل آية من آيات الله الدالة على عظمته وقوته وجبروته. ففي الجنة رحمته، وفي النار عذابه وسطوته، وفي البحر عظمته وملكه سبحانه وتعالى. البحر وما أدراك ما البحر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. البحر باتساعه الكبير فهو يتسع لثلاثة أرباع من مساحة الأرض، والنسبة لليابسة إلى الماء كجزيرة صغيرة في وسط بحر عظيم. ولولا لطف الله عز وجل وقدرته ومشيئته لطغى هذا البحر على الأرض وجعل عاليها سافلها. والعجيب عباد الله أنه ورد ذكر البحر في القرآن في 32 موضعا، وورد ذكر اليبس في القرآن في 13 موضعا، والمجموع 45 موضعا. ولو أتينا